بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا التسجيل بإذن الله سنتطرق إلى تطبيقات حول موازنة معادلة التفاعل الكيميائي، وذلك في ميدان المادة وتحولاتها بالنسبة لمستوى السنة الثالثة من التعليم المتوسط ومع المستوى الأول. المستوى الأول يتكون من هذه الأمثلة. إذن لدينا هذه التطبيقات. المثال الأول كما نلاحظ، هيدروجين زائد أكسجين يعطي لنا الماء. إذن ما هي الموازنة الصحيحة لهذه المعادلة؟ H2 زائد O2 يعطينا H2O. إذن نشغل ونلاحظ لدينا جزيئين من الهيدروجين يتفاعلان مع جزيء واحد ليعطيان لنا جزيئين من الماء. إذن كما تلاحظ جزيئين من الهيدروجين، جزيء واحد من الأكسجين، نعم، يعطيان جزيئين من الماء. نتأكد من المعادلة إن كانت صحيحة أم لا. إذن المعادلة صحيحة. نمر إلى المعادلة الثانية، نيتروجين زائد هيدروجين يعطي لنا NH3، يعطي لنا النشاتر. إذن نبحث عن المضاعف المشترك بين 2 و3 هو 6، بمعنى 2 × 3 = 6، وثلاثة تقسيم 6 × 3 يعطينا 2. نجد العوامل أو المعاملات الستوكيومترية الصحيحة. إذن N 2 3 H 2 2 NH3. معادلة الموالية، الكربون مع الأكسجين يعطيان ثنائي أكسيد الكربون. إن ذرة كربون مع جزيء أكسجين يعطينا جزيء ثنائي أكسيد الكربون. ذرة كربون مع جزيء أكسجين تعطي أحادي أكسيد الكربون. هنا نقص في الأكسجين أو وفرة في الكربون، 2 كربون + O2 يعطي 2 CO. إذن هذا بالنسبة للمستوى الأول. نمر إلى المستوى الثاني، يعني أمثلة من المستوى الثاني. يقول لدينا غاز الميثان مع غاز الأكسجين يعطيان لنا ثنائي أكسيد الكربون مع بخار الماء، وهذا في حالة الاحتراق التام، يعني في حالة تكافؤ الأكسجين مع الميثان يكون الاحتراق تاما ويعطي قلنا ثنائي أكسيد الكربون وبخار الماء. إذن ما هو عدد الجزيئات المتكافئ؟ إذن جزيء واحد من الميثان يحتاج إلى جزيئين من الأكسجين ليعطينا جزيء واحد من ثنائي أكسيد الكربون وجزيئين من الماء. نتحقق من ذلك. نعم، إذن جزيئين من الأكسجين مثل ما قلنا، وينتج جزيئين من الماء، جزيء واحد من ثنائي أكسيد الكربون مع جزيء. إذن المعادلة متوازنة. نمر إلى هذا المركب، بعد الميثان لدينا الإيثان، أيضا الاحتراق التام يعطي ثنائي أكسيد الكربون والماء. نتحقق لدينا في المتفاعلات H6. إذن جربنا العدد 6، هنا يكون لدينا 12، الكربون سيكون لدينا 4 CO2، الأكسجين سيكون 7. لماذا 7؟ لننتبه، نتابع هنا قبل أن نتمم. يعني لاحظ، لو أخذنا في المتفاعلات H6، إذن نقسم 2 أو 6 على 2 لنجد 3. هنا 3 ستعطي لنا 3O، و 3O
مع العدد، مهما كان العدد الذي سنكتبه هنا سيكون المجموع فردي، إذن نكون أمام عدد فردي من الذرات، وبالتالي تكون معادلة غير موازنة بشكل صحيح. نحن نتعامل مع أعداد صحيحة أو طبيعية، يعني ليست عشرية. إذن بالتالي ضربنا هذا المقدار 6 في 2، يعني لنحصل على هنا 6 أو، يعني 16 2. 16 2 تعطي لنا 16 12 أش، ولكن تعطينا 6 أو. إذن ما دام ضربنا هذا 6 في 2، سيتحتم علينا أن نضرب هذا الرقم كذلك في 2، بمعنى نتابع مع ما دام ضربنا هذا في 2 تصبح لدينا هنا 4 سي، يعني 2 سي 2، 2 سي 2 هي 4 سي. إذن كتبنا هنا 4، إذن 4 سي أو 2، يعني لما ننظر في النواتج لدينا 12 أش و6 أو و4 سي أو 2، 4 سي مع 8 أو. إذن 8 أو و6 أو هي 14 أو. هذا 14 أو نقسمها على 2 لهذا الجزيء تعطي لنا عدد الجزيئات 7. ثم نواصل مع الجزيء الإيطان، سنكتب 2. هنا خاطئة لأننا لم نكتب الإثنان هنا، المعادلة خاطئة، نتحقق مرة أخرى. مثل ما ذكرنا إذن لدينا 6، لدينا 4، لدينا 7 في المتفاعلات بالنسبة للأكسجين، ثم نكتب 2 سي 2 أش 6، نتحقق من معادلتنا، إذن فهي صحيحة. نمر إلى المعادلة الثالثة. المعادلة الثالثة البروبان، البروبان مع الأكسجين يعطي ثاني أكسيد الكربون والماء، وذلك في حالة الاحتراق التام. إذن ننطلق من عدد ذرات الهيدروجين في المتفاعلات، لدينا 8 أش، وفي المنتوج لدينا أش 2، ومعناها نقسم 8 على 2 نجد المعامل 4 أش 2، وهنا يصبح لدينا 4 أو، والكربون لدينا 3، سنضرب الناتج في 3، يعني 3 نقسمها على 1، إذن يصير لدينا 3 سي أو 2، يصير الأو 6 مع 4 أو 10، إذن نتمم ثم نواصل. إذن جزيئات الكربون، ثاني أكسيد الكربون تكون 3. قلنا هنا يصير الأكسجين 6 والأكسجين 4، يعني 10، 10 تقسيم 2 نجد 5. إذن في المتفاعلات نكتب 5 أو 2، ويبقى الميثان على حاله البروبان. نمر إلى المعادلة الرابعة. قبل أن نتمم نلاحظ الأش 10، لو قسمنا 10 على 2 تعطينا 5، 5 حينما تضرب في الأو تعطينا 5 أو، وسيكون عدد الذرات فرديا مهما كان المعامل الذي سنضعه هنا ومهما كان العامل الذي سنضعه هنا. لذا ماذا نفعل؟ يعني هذا الناتج الذي وجدناه 5 يفرض علينا أن نضرب المعادلة كلها في 2 مرة أخرى، بمعنى سنكتب هنا 10 أش 2 أو. لاحظ، إذن نكتب 10 أش 2 أو، ما دام ضربنا 10 أش 2، هنا بدل 4 نكتب 8. نتوقف، لماذا 8؟ لأننا لو أبقينا بجزيء واحد من البروبان البوتان
ستكون لدينا 4 CO2. وإذا كانت لدينا 4 CO2 نكون في مشكل مع الهيدروجين الذي صار 10. إذن يتحتم أن نضرب هذه في 2. إذن نواصل، يصير لدينا قلنا 8 CO2. الأكسجين هنا سيكون 13 جزيء، يعني 26 ذرة مثل ما ذكرنا، وجزيئين من البوتان. نتأكد قبل أن نتأكد من المعادلة. إذن لديها 10H2، يعني 20 ذرة هيدروجين، 10O، ولدينا 8 في O2 16O، يعني 16O مع 10O هي 26. 26O نقسمها على 2 للجزء تعطي لنا 13 جزيء. ثم بالنسبة للجهة الثانية، يعني الميثان للبوتان، لدينا C4H10 مضروب في 2، يصير لدينا 8 كربون و 20 هيدروجين، وهو الموجود في النواتج. إذن نتحقق من هذه المعادلة، نعم معادلتنا صحيحة. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم، ونلتقي بإذن الله في حلقة أخرى مع المستوى الثالث من موازنة معادلة التفاعل الكيميائي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.